ملايين الحوادث تصير كل سنة، 13% منها سبب الإطارات، حالتها، جودتها، عمرها. بول ووكر النجم الأمريكي لفاست اند فيوريوس توفى في حادث سيارة للبورش. المحققين وجدوا أن السبب الأساسي للحادث هو قدم الإطارات اللي كان عمرها أكثر من 9 سنوات في بورش كانت مخزنة. في 2005 اتفق معظم مصنعي الإطارات على أنهم يجعلوا مؤشر للإطارات داخل السيارة للسائق يوضح له إذا الإطارات نسمت أو صار فيها أي خلل. فزي ما الوسائد الهوائية أصبحت إجباري على المصنعين، أيضا صار نظام الـ TMS إجباري على المصنعين. الإطار ما هو قطعة من المطاط تعبيها بالهواء وتمشي، بل هو قطعة هندسية غاية في الدقة يتغير شكلها أثناء المشي لتتعامل مع كل شيء حولها، وهذا اللي حنغطيه في هذه الحلقة إن شاء الله. لكن قبل ما أبدأ، شكرا لمشاعركم الطيبة ولدعائكم وتشجيعكم في الحلقة الماضية. بس لما جاء موضوع العمر صراحة مت من الضحك، بس أنا ماني عارف ليش يعني في عبده لما تقول عمرها 30 سنة ما في مشكلة، وأنا العبد الفقير لله عندي مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله. عبد الحق، الإطارات أول ما بدأت كانت مصنوعة من الحجارة، ويؤكد على ذلك الفيلم الكرتوني الشهير The Flintstones اللي كان قبل عدنان ولينا. لا فعلا وجدوا آثار لإطارات حجرية. بعد ذلك تطور الأمر في العربات إلى إطارات خشبية، تحول معها الموضوع إلى إطارات مطاطية، إلى الإطارات اللي إحنا نشوفها الآن. والحمد لله أنه الإطارات كانت دائرية ما كانت مربعة، وإلا كنا انبسطنا جدا. يصنع الإطار من أكثر من 15 مادة مختلفة تخلط مع بعضها البعض، ثم يتم تصنيعها كطبقات يدخل فيها شرائح متعددة من المطاط والخيوط القوية والغراء والأسلاك الحديدية وعدة أمور. واللي حب يعرف أكثر عن تصنيع الإطارات حأترك لكم الرابط هنا فوق، أيوة فوق هنا، هنا عند إشارة التعجب. وعشان يشتغل الإطار بشكل جيد في كل المواسم، فلازم يتعامل مع المطر، لازم يتعامل مع الثلوج، مع الرمل، مع الحصى، مع درجات الحرارة المرتفعة، درجات الحرارة المنخفضة. لذلك ممكن تلاقي لمقاس سيارتك أكثر من نوع إطار، ولهذا السبب اختيار نوع الإطار مهم. سواء كنت تستخدمه داخل مدينة، في الطرقات الوعرة، في أماكن ممطرة، في أماكن باردة، لازم تعرف إيش تأخذ. أغلب السيارات تخرج من المصنع بإطارات بما يسمى All Season Tires، يعني إطار لكل المواسم. هذا الإطار الأنسب للصيف والشتاء والربيع والخريف. لكن في بعض البلدان لما انفصل من الفصول يكون سائد مثل الشتاء مثلا في شمال أوروبا، في شمال أمريكا عندنا كميات ثلج هائلة، فيجوا في فترة الشتاء يغيروا الإطارات إلى إطارات تصلح للثلوج. أو إحنا هنا في منطقة الخليج بسبب ارتفاع درجات الحرارة وبسبب الجفاف، فغالبا الإطارات اللي نستخدمها هي السمر تايرز أو إطارات للصيف. نقشة الثلوج تكون أخشن من الطبيعي وأعمق حتى تتمكن من التماسك أكثر في الثلج والسيارة ما تنزلق. للمطر يتم استخدام إطارات فيها تفريعات تسرع من عملية خروج المياه من بين التشققات بطريقة أسرع. للبر والمناطق الوعرة تحتاج أنك أنت تختار الإطار الأنسب للمنطقة اللي أنت تشتغل فيها. وبعض الشركات المصنعة صارت تستخدم نوع من الإطارات اسمه رن فلات، لو نسم الإطار تقدر تمشي عليه حوالي 120 كيلومتر، لكن غالباً حتحتاج تغيره بعد كده، والسبب هو مساحة أكثر في الصندوق إضافة إلى تخفيف وزن السيارة. نوع الإطار وجودته يفرق معك في مسافة الوقوف وفي الانعطاف. قبل الشراء دور تماماً إيش اللي أنت محتاجه، تأكد من ذلك عشان تستفيد، لأنه مو كل يوم التاني راح تشتري إطارات. ومن هذا الباب يفضل أنه تكون 4 إطارات من نفس النوع عشان التماسك يكون متساوي موحد بينهم. العمر الافتراضي للإطار يختلف حسب الاستخدام، المناطق الحارة، الجافة، الباردة، كلها لها علاقة بهذا الأمر. بحثت في مواقع الشركات ووجدت أنه مرسيدس ونيسان على سبيل المثال يقولوا مو أكثر من 6 سنوات، ويختلف مصنعي الإطارات على عمر التخزين للإطار. بعض الشركات تقول 2 سنين وبعض الشركات تقول 5 سنوات. في المملكة عندنا هنا يمنع بيع أي إطار أكثر من 2 سنين. والآن خلونا نتعرف على الرموز والأرقام اللي على الإطار. على سبيل المثال عندنا هذا الإطار 245-40-19W. ال 245 هو عرض الدعسة بالمليمتر، ال 40 هو المسافة ما بين الجنط والأرض أو سمك الإطار، ال 19 هو مقاس الجنط نفسه، والW هي السرعة القصوى لهذا الإطار، في هذه الحالة 270 كيلومتر. تاريخ الإنتاج للإطار مختوم على الإطار ب4 أرقام، الرقمين اللي على اليسار تكون للأسبوع واللي على اليمين تكون للسنة، ودائما حاول تأخذ أحدث إنتاج للإطار. أكبر سبب لاحتراق الإطارات هو الهواء. أغلب الإطارات المفروض تكون ما بين 33 إلى 35 PSI. الإطار لما يكون في هذا المجال كامل الدعسة تكون مستوية على الأرض، إذا عبيته زيادة فحيصير شكله بيضاوي فحيتلامس من المنتصف فقط، إذا كان منسم حتنتفخ الأطراف تبعه وحيصير فارغ وحيصير يتآكل من الطرفين.
وأرجوك انتبه، الضغط المكتوب على الإطار هو الحد الأقصى وليس ضغط الإطار. ضغط الإطار حتلاقيه محطوط على الباب أو على الدرج، وهذا الضغط يكون والسيارة باردة، لأنه مع المشي والاحتكاك وحرارة الأسفلت ترتفع درجة حرارة الهواء داخل الإطار وبالتالي يزيد الضغط، والعادة تقريبا كل 10 درجات ترفع 1 PSI. لاحظ هذا الصبح ودرجة الحرارة كانت برا 25، شوف ضغط الإطارات، وهذا في نفس اليوم الظهر كانت درجة الحرارة 30، شوف فرق الضغط. فما بالك لما تكون في الصيف درجة الحرارة برا 40 ودرجة حرارة الإسفلت حوالي مليون. بعض الناس بيسأل عن النيتروجين، هل أعبي نيتروجين بسيارتي؟ عن نفسي ماني مقتنع فيه نهائيا وأشوف مضيعة للفلوس. رح أحاول أعمل حلقة بهذا الخصوص، إلى ذلك الوقت تقدر تشوف الرابط اللي فوق وتشوف الحلقة هذه. الإطارات يجب تغييرها إما إذا أصبحت قديمة أكثر من 6 سنوات أو إذا أصبحت النكشة فيها أقل من 1.5 ملم. تدوير الإطارات مهم ويختلف من سيارات الدفع الرباعي إلى سيارات الدفع الأمامي إلى سيارات الدفع الخلفي. راجع هذه الصورة لتعرف أي واحد ينطبق على سيارتك. تدوير الإطارات يفضل أنه يتم كل حوالي 10,000 كيلومتر. الغاية من تدوير الإطارات هو تساوي التآكل والاحتكاك بين كل الإطارات، فلو كان الأمامي في تآكل بسيط حتاخده وتحطه في الخلفي والخلفي في الأمامي، هذا حيخلي التساوي أكثر وحيخلي الإطار يعيش فترة أطول. إياك في أي حالة من الحالات يكون مقاس الإطارات مختلف عن الآخر، خاصة في سيارات الدفع الرباعي. بعض السيارات الرياضية ممكن يكون الخلفي مختلف عن الأمامي فقط في العرض وليس في المحيط. اختلاف المحيط ما بين طرفين حيخلي واحد يلف أكثر من الثاني، الـ ABS حيقرأ غلط. هذا الاختلاف ممكن يسبب أذى كبير للجيربوكس، للديفرنس أو للدبل في سيارات الدفع الرباعي. بعض السيارات الإطار الاحتياطي يكون مختلف مقاسه عن باقي السيارة، لكن المحيط واحد والسبب هو سهولة الفك والتركيب للسائق. بعض الناس يحسب انه اطار الكوريلا اذا كان هو 33 معنى ذلك اطار الجيمس او سيارات الدفع الرباعي المفروض يكون حوالي 40 او 45 PSI، وهذا ابدا ما هو صحيح. غالبا حتلاقي نفس الشيء حوالي 35 الا في الشاحنات. ارجع لكتيب الصيانة عشان تعرف الضغط المساوي لسيارتك. دائما وبعد تركيب اطارات جديدة للسيارة احرص على انك انت تعمل ميزان وترصيص لها عشان يعيشوا فترة اطول وتكون زاوية التلامس صحيحة 100% مع الارض. التحبيل او الفقاعة اللي تصير في الاطارات سببها قطع بين طبقات الاطار، غالبا يكون ذلك بسبب صدمة واحيانا يكون بسبب سوء تصنيع. الاهتراء وتآكل الاطارات، الرجة، حذف السيارة والانحراف حنتكلم عنه الحلقة الجاية ان شاء الله. لا تنسى تسوي شيء طيب اليوم وكل يوم. في أمان الله.